بالنسبة للمقادير ديال الحلوة ديالنا، كنحتاج 6 ديال البيضات، كنحتاج 180 غرام ديال السكر، 270 غرام ديال الطحين، خميرة فانيل وخميرة ديال الحلوة ديال 14 غرام وشوية ديال الملحة. أول حاجة كنهز البيض وكندير البيض في الخلاط هو والسكر حتى يتجانسوا مزيان، كنزيد عليهم الخمارة الحمراء، وممكن نديرهم غير بالعجانة ديال العادية ولا هادي ولا المهم أي حاجة حتى بليد راه ممكن، شوية ديال الملحة وكنخليهم حتى يتضربوا مزيان كما العادة. وراكم عارفين الخميرة ديما كنديرها مع الطحين، وفاش كنسالي داك البيض والسكر ودوك العناصر اللي درت كان نغربل الطحين ديالي، ديما كنغربلو باش يكون شون فلوفي باش يكون مهوي. ودابا غادي ندوز في هذا الوقت كندوز للفورم ديالي، درت بما اننا في كما كيقولوا في هذه المناسبه هذه درت لكم حتى هنا القلب. اول حاجه كندهنو بالزبده وكندير عليه الباك بابيه، كنقطعو على شكل قلب وكنديرو. وفي هاد الاونه هذه راه كيكون الفران كنكون مسخناه على 200 و على 180 عفوا لتحت والفوق، وكنخليها 40 دقيقه. وكندوز كنسالي الحلوه ديالي هانتوما كتشوفوا، باش من حيت ندخلها للفران غادي ندوز معكم المرحله الثانيه وهي المرحله لاكريم اللي كنحتاج. هنا كنحتاج 400 مليليتر ديال القشدة ديال لاكريم ديال زانه، وكنحتاج 200-400 غرام ديال فيلادلفيا، ولا ممكن ديروا غير نص المقادير. وهنايا كنحتاج شويه ما عنديش لا فريز لا حتى حاجه فريش، جبت هذوك الميكات فيهم فواكه مكونجوليا، ولكن غادي نقادهم. وهنايا غادي ندوز بعدا ندير نضرب القشده ديالي حتى تطلع مزيان. وديك البويكيه اللي ما وريتكمش ليه هذاك راه واحد بحال فانيل كنصاوبو، دابا نوريكم واش غادي ندير به. دابا المهم في هاد الاثناء كندوز باش نميكسي داك دوك الفواكه اللي عندي. هنا راه عندي واحد المجيز ديال الفواكه، كاين الفريز كاين المهم كاع الفواكه اللي عندكم اللي مكون جوليه تما، وكندوز وكنطحنهم حتى نردهم بوري حتى نردهم بوري يعني تاتشي غادي نقول لكم ما عرفتش المصطلح بالعربيه ماشي مشكل. وهانتوما كتشوفوا باش نتسالي لاكريم ديالي كنهز كما كتشوفوا كندير كتر من النص كنهزو باش هو باش نديكوري في الاخر كنهزو كنديرو في الثلاجه باش يبقى ليا بارد، حيت ديما القشده كتكون خاصها لاكريم تكون بارده باش كتشد ديما لا فورم ديالها. خليته واحد شويه وغادي نزيد عليه الفيلادلفيا ديالنا، اللي ما عندوش الفيلادلفيا يدير ماسكابون. المهم ماشي مشكل غير اللي درتو، المهم راه زوين يا ماسكابون يا فيلادلفيا كيجيو في المذاق بجوج هما رائعين. انتما كتشوفوا هي فاش سالات حتى هي كندخلها للثلاجه باش تبقى بارده. هنا غادي ندوز لديك الخماره اللي قلت لكم قبيله، هذاك ماشي خماره. هنا بعدا كنحتاج 200 غرام ديال 200 مليليتر ديال الماء تنديرو في هاد الطويوه، كندير هاد السكر وكنزيد عليه هادي هو داك السيرو اللي كيجمد ليا دوك الفواكه اللي غادي ندير. غادي نوريكم الطريقه، غير هادي هي الطريقه ديالو، كنديرو مع واحد جوج معالق السكر وكنخلطو مزيان وكنديرو يطبخ حتى تنحصل على هاد الخليط هذا اللي غادي تشوفوا دابا شويه.
هي كما كتشوفوا الحلوة ديالي سالات، راه تقطع ليا داك فاش كنت نصور، وقطعتها على جوج ودرت جوج قليبات هكا. دابا غادي تشوفوا الطريقه باش غادي اللي غادي ندير، غادي نحط قلب على قلب وغادي نقطع. المهم انتم غادي تشوفوا الديكور خلاص. وهنا كما شفتوا راه درت ديك لا كريم الفيلادلفيا كلها، ودرت ديما انا كندير دوك القويعطات في الجنب، حيت الا درت هاد لا موس هادي غادي تطلق ليا شويه في الجنب باش نبقى محافظه على البلا ويبقى نقي. ودابا غادي ندير هاد لا موس هادي، وفاش غادي نسالي غادي ندير عليها داك السيرو اللي كيخلي يخليها متماسكه. وفاش غادي نسالي بما ان الحال بارد برا غادي نخرجها غير لا تيراس برا ونخليها تبرد، حيت ما عنديش البلاصة كبيرة في الثلاجة. وهانتوما غادي تشوفوا. هنا بعد ما بردات دخلتها وغادي نبدا في التزيين ديالها. وبالنسبه للتزيين كل واحد كيتبقى الطريقه ديالو وحريه الاختيار، كل واحد باش بغى يزين. وحنا الصراحه راه غير كنتعلمو وكنحاولوا نديكوريو شويه وصافي، راه ماشي بروفيسيونيل. هانتوما ديما فاش تسالي وتزين كتحيدو دوك القويعطات هكا، راه كتبقى كيبقى البلان نقي ماشي عاد توسخو ولا. ودابا كنديكوري بواحد شويه الشوكولات ولا اي حاجه عندك في الدار ديكوري بها، ممكن تخليها غير هكا كتجي زوينه. وحتى لهنا كنكون ساليت الفيديو ديالي، وكنقول لكم كما كتشوفوا في الصوره اما لايك ولا ديزلايك، كل شيء مقبول منكم وراه بوجودكم انا موجوده. وشكرا لكم كاملين، والى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم راحه الله وبسلامه عليكم. باي باي.